عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم كيفاش ننظفوا هذه الصينيه ديال الفضه بدون تعب ولا مجهود، وبواحد المكونات اللي متوفرين في اي بيت. ولا عجبكم لا فيديو ديال اليوم، ما تبخلوش عليا باللايكات، وشاركوا في القناه عالم سعاد، وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وفي المواقع الاجتماعيه باش تعم الفائده على الجميع. وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نمشي وان شاء الله باش نبداو ننظفوا هاد الصينيه. شوفوا هاد الصينيه ديال الفضه كي دايره بالاوساخ، المهم هاد الصينيه مع الميديتي ديال البحر هي باش كتولي هكا. وهاد الصينيه راه هي قديمه بزاف، زعما اش نقول لك، عندي 22 عام هي عندي هاد الصينيه، وكنت كنشري ليها الدواء ديالها، كتمسح كتنظف كتولي صراحه زوينه. ولكن داك الدواء ملي كيتقاضى راه ما كيتباعش عند البقال، خصك حتى تمشي ليه لبلاصتو، تمشي لقصر الحفاري، تمشي بزاف الحاجات البلايص، زعما كاينه المحنه. واليوم انا جبت لكم الحل، جربت واحد الحل وعطى واحد النتيجه انا ما صدقتش ولا اروع. واحد الحل اللي هو ساهل وبسيط، متوفر في اي مطبخ، ضروري ندخلو على غفله كنلقاو هاد الحوايج اللي غادي نجبد لكم. كتلقايها كي الفقير كي الغني، مطيشه واخا تكون باغا الطرمه كنخدموا بها، والملحه، جوج حوايج اللي موجودين في اي بيت. هذا هو الحل. نبداو بسم الله. غنشد المطيشه وغادي نقسمها على جوج، وغنشد هاد الملحه. انا غندير لكم النص باش تشوفوا التجربه كيف دايره، باش تعرفوا الفرق. كنشد كندير النص ديال هاد الصينيه، كنجيب هاد المطيشه. ما تحتاجوا ديروا ليها حتى شي حاجه، لا مجهود، لا تعذبوا معاها، لا تمحنوا معاها، لا حتى شي حاجه. يعني في ثانيه وحده غتصدق ولات بيضه كتضوي، ما نقولش لكم كي تتولي. المهم غندير لهاد العمليه، وغادي نخليها كما قلت لكم شي ثانيه بما تقدات هاد المطيشه فيها وهاد الملحه حلقه. وما غادي نحكها لا بزيكس لا حتى شي حاجه، بالمطيشه او لا بونجه تكون رطبه. هادي هي العمليه اللي غادي ندير ليها. رجعنا ليها، كنبدا اما ندير، الا قدرتو تحكوها بيديكم هكا تبارك الله، ما قدرتوش ديروا غا بونجه بحال هكا وتبداو تحكوا. هذيك الملحه هي اللي كتغسل هي، ها نتوما بحال هكا النتيجه. ها مسحتها مسحه وحده، ها بهاد الملحه، ها شتي، ما كاين لا زيكس لا والو، كنحك بالبونجه الرطبه. ها نتوما تخليوها واحد دقيقه فقط، ها نتوما شو النتيجه واضحه. وخا نديرها غير بيدي بحال هكا، كتعطي مع ديك الحروشيه ديال الملحه كتعطي المفعول ديالها. هانتوما هانتوما بلا ما نحتاج لا مجهود لا وقت، هانتوما شي. والحاجه ملي كتعجبني كنبغيكم وكنستافد منها، كنبغيكم حتى نتوما تستافدوا منها. اي حاجه ما تنخبيوهاش عليكم، ضروري ما تنزلها لكم باش تشوفوها حتى نتوما تستافدوا منها. هانتوما غبيتي، ولكن اللي ما قدرش بحال البنات ما يبغيوش يديروا هاد الملحه في يديهم، ديروا بونجه بحال هكا وبداو دوزوا، احسن حاجه. ها هو الفرق واضح، ها نتوما. وهنا ثاني عاود مزيانه، تبارك الله النتيجه ناجحه 100% او لا مليون في المية. هذه هي الصينية ديالي، كتولي اكثر من رائعة بشي حاجة اللي هي قليلة وموجودة في اي بيت. استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله.